صباح الخير الناس كل، مرحبا بكم في الدورة هذه متاع ليكول دي تي، ومش تكون المداخلة متاعي على ديوان التونسيين بالخارج وعلاقته بالتونسيين بالخارج وشنو هو الشيء اللي يعمل فيه اون ماتير دو موبيليزاسيون متاع الدياسبورا في الخارج ولي كومبيتونس والجمعيات. دونك مش تكون مع التعريف بالديوان التونسيين بالخارج، مهام ديوان التونسيين بالخارج انا بصفه. دونك مش نشوفوا معنا الاطار التشريعي اللي توجد فيه ديوان التونسيين بالخارج، مهام التونسيين بالخارج وهياكل التنفيذ والموارد البشريه الموجوده في ديوان التونسيين بالخارج. دونك الاطار التشريعي وقاع احداث ديوان التونسيين بالخارج بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 60 لسنه 88. وهنا ملاحظه هو انه ديوان التونسي بالخارج وقع احداثه بمقتضى قانون مش بمقتضى امر. ثم مؤسسات ومنشات عموميه وقع احداثها بمقتضى اوامر، لكن ديوان التونسي بالخارج وقع احداثه بمقتضى امر بمقتضى قانون. معنى اي تغيير للهيكله نتاع الديوان التونسي بالخارج او للارتباطات الهيكليه نتاع الديوان التونسي بالخارج يلزمها تمر عبر قانون. في سنة 89 وقع تغيير التسمية نتاع ديوان التونسيين بالخارج، كان اسمه ديوان العمل التونسيين بالخارج وأصبح ديوان التونسيين بالخارج. معناها التسمية الحالية هي وليدة سنة 89 في معناها بمقتضى قانون المالية عدد 115 لسنة 89. دونك ديوان التونسي بالخارج بون هذا اللي طار التشريع بصفه عامه، معناها هي مؤسسه عموميه لا تكتسي صبغه اداريه وتخضع في اشرافها الى وزاره الشؤون، ويخضع الديوان في اشرافه الى وزاره الشؤون الاجتماعيه وترتيبه. تعرف نعرف الكل المؤسسات العموميه سواء الإدارية أو صبغ الإدارية أو المنشآت العمومية يقع تصنيف نتاعها. دونك الديوان مصنف بصنف A. وفي سنة 2002 وقع ضبط الهيكل التنظيمي للديوان التونسيين بالخارج والذي يشتمل على 9 إدارات مركزية ومديرين مستشاريين. مش نتعدى إلى مهام ديوان التونسيين بالخارج. دونك تم المهام ديوان التونسيين بالخارج، وهنا نرجعوا للفصل 14 من قانون عدد 60، تتمثل اساسا في ضبط وتنفيذ برامج تأطير الرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة أو في تونس. معناها عنده زوز مجالات نشاط، المجال الأول هو التونسيين المقيمين بالخارج، والمجال الثاني هو عائلات التونسيين المتبقية في تونس. وضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي ينمي ويدعم تعلق أبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم. وهنا عملية التواصل في ربط التونسيين بالخارج مع وطنهم الأم واللي هي تونس. تقديم خدمات الاستقبال عبر مكاتب الاستقبال القارة بأهم المطارات والمواني ونقاط العبور البرية، والتي يتم تعزيزها بمكاتب ظرفية بمناسبة العودة الصيفية. وهنا ديوان التونسيين بالخارج معناها عنده معناها خدمات يقدمها على مستوى استقبال التونسيين بالخارج في المعابر الحدودية سواء كانت البحرية أو البرية أو الجوية.
المهمة الأخرى هو تسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني، وهنا مهمة تريز امبورتانت، هو دون ليسونس هو أنه يساهم في إعادة الإدماج التونسيين في الدورة الاقتصادية وفي المحيط الاجتماعي متاعهم بعد عودتهم من الخارج. المهمة الأخرى هو وضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفئة التونسيين المقيم بالخارج ومتابعته، وهذه مهمة زادة رئيسية للديوان التونسي بالخارج باعتباره أنه هو يقوم معنا مع العديد من الهياكل الأخرى منهم التمثيلية الدبلوماسية في الخارج في إعلام وتبليغ التونسيين بالخارج بكل ما يحدث في بعلاقتهم بالعودة، بعلاقتهم بالآليات الجديدة متاع الاستثمار أو بكل ما يهم العودة متاع التونسيين بالخارج. المهمة الجيم بعد هو تنفيذ الاتفاقيات في مجال يد العاملة المبرمة مع البلدان الأخرى. هنا ديوان التونسيين بالخارج يتقاطع مع هياكل أخرى واللي موجودة في هياكل التشغيل في تنفيذ الاتفاقيات هذه في مجال يد العاملة المبرمة مع البلدان الأخرى. وهنا معناها من الديوان الدور متاعه ماهوش عملية استقطاب اليد العاملة ومعناها إرسالها للخارج، بل أنه متابعة العملية هذه منذ البداية متاعها حتى حتى لأنه العمال هذوما يقوموا بالعمل متاع معناها يدخلوا في العمل متاعهم جديد. دونك هنا عملية متابعة بالنسبة لاستقطابهم ودراسة ملفاتهم والخصوصيات الكل هذه ما تقوم بها هياكل أخرى اللي هي موجودة الكل في هياكل التشغيل. والمهمة الأخيرة هو تنظيم ومتابعة هجرة التونسيين إلى الخارج. هنا باش ناخذ الجزء الثالث ولا القسم الثالث هو هياكل التنفيذ والموارد البشرية بديوان التونسيين بالخارج. دونك ديوان التونسيين بالخارج فيه 9 إدارات مركزية في الإدارة المركزية، عدد الأعوان بالإدارة المركزية في حدود 130 عون، عندنا 24 مندوبية جهوية، ثم ما يقارب عن 63 عون في الجهات. ديوان التونسيين بالخارج عنده كذلك مراكز اجتماعية وثقافية بالخارج والعدد متاعها 12، ومرحقين لدى البعثة الدبلوماسية بالخارج في حدود 54 ملحق اجتماعي، وفما كذلك أعوان محليين اللي هم 13 عون محلي ومرشدات اجتماعيات. هذه الموارد البشرية اللي يمتلكها ديوان التونسيين بالخارج. هنا مش ركز على ديوان التونسيين بالخارج وعلاقته بالتنمية وعلاقته بالكفاءات والموبيليزاسيون اللي هو متاع الدياسبورا ومعناها الموضوع متاع ليكول ديتي هذه. في الامر اعداد 2825 2002 المتعلق بالهيكل التنظيم للديوان التونسيين بالخارج، اش نلقاو؟ نلقاو مهام المرحق الاجتماعي. ابار العمل الاعلامي، ثم النقطة الثانية هو دعم مساندة الجالية في التنمية. هذه نقطة مهمة. دونك أحد الأدوار اللي يقوم بها الملحق الاجتماعي هو العمل على مساعدة ومساندة الجالية في التنمية والاستثمار. وفي اللي ترى ذي في الأمر بيدو المتعلق بالهيكل التنظيمي هذا الديوان، ثم إدارة مكلفة بمسألة التنمية والمهام تاعها هي إدارة مساندة التنمية. المهام تاعها التحيين المنتظم لبنك المعلومات الخاص بالكفاءات الاقتصادية التونسية بالخارج، والعمل على إصدار نشرية إعلامية دورية لفائدتهم. المهمة الثانية مساعدة
المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج وتسيير تعاملهم مع الهياكل المختصة لإنجاز مشاريع بتونس وذلك بتكثيف نوادي رجال الأعمال وتنشيطها. المهمة الأخرى هو العمل على إيجاد صيغ عملية ووضع برامج خصوصية ترمي إلى تشجيع الجالية التونسية على مزيد الادخار وتمويل المشاريع والاستثمار بتونس وتطوير إسهاماتها وفقاً لأهداف التنمية الوطنية. إرساء علاقات مستمرة وقنوات اتصال دائمة مع رجال الأعمال والتجار والنخب المهنية التونسية المقيمة بالخارج والعمل على ربط علاقات شراكة وتعاون بينهم وبين نظرائهم المقيمين بتونس. استقطاب الكفاءات الاقتصادية المقيمة بالخارج وتنشيطها لما لها من خبرات ومهارات وإمكانيات. توفير الإعلام المختص ووضع برامج إعلامية للمستثمرين بالخارج. دونك نلاحظوا من هنا أنه منذ بعث ديوان التونسيين بالخارج يتجسد في الأمر هذا اللي هو صدر سنة 2002 التوجه متاع الديوان التونسيين بالخارج بخصوص العلاقة مع التنمية مع الاستثمار ومع كيفية من الموبيليزاسيون متاع الدياسبورا ولي كومبيتونس تونيزيان اليترونجي في ومجهودهم من في التنمية. هذايا حكيت عليها من الواحد. دونك الفئات المستهدفه اذا كنا فهم نعملوا فهم ريزومي ظريفه، الديوان التونسيين بالخارج، عندنا العائله، عندنا الاجيال الجديده للهجره، عندنا جمعيات التونسيين بالخارج، وعندنا الكفاءات التونسيه بالخارج. معناها تلخيص نوعا ما للدومين دانترفونسيون نتاع ديوان التونسيين بالخارج. وهنا تطبيقا للامر هذايا والتوجهات معناها القانونيه اللي موجوده فهمني في الامر هذا للديوان، وانه ديوان التونسيين بالخارج يقوم بالعديد من الانشطه والتظاهرات الموجهه للكفاءات التونسيه بالخارج. على سبيل الذكر فما ندوه الكفاءات التونسيه المقيمه بالخارج الناشطه في الميادين العلميه والتكنولوجيه، ثم ايام مسنده التنميه هذه تقع في 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 اغلب الجهات والمناطق الداخليه بكامل التراب الجمهوريه، منتدى اصحاب الاعمال التونسيين المقيمين باوروبا الذي ينظم سنويا باحدى الدول الاوروبيه، هذا وقعوا الى حد الان 11 ملتقى كل مره يقع في بلد اوروبي معين، ويتم خلاله تعريف رجال الاعمال باخر المستجدات والحوافز وكذلك بفرص الاستثمار المتاحه وافكار المشاريع القابله للانجاز. معناها هنا فهمت ثم نشاط مهم معناها نركزوا عليه هو انه معناها في مواكبه للتحول الرقمي في مجال الاتصال يقوم ديوان التونسيين بالخارج بتنظيم صالون افتراضي للخدمات الاداريه يوم معناها اول دوره وقعت في جويليه 2019 معناها قبل ما تبدا جائحه الكورونا، مش معناها جائحه الكورونا هي دفعتنا باش نقوموا بالتحول الرقمي هذا، من بدايه مساله 2019 قمنا بلقاء افتراضي يضم مجموعه من المؤسسات الاداريه والبنكيه ذات الصله بالتونسيين بالخارج، معناها صالون افتراضي توجد فيه ما يقارب عن 11 مؤسسه عندها علاقه بالتونسيين بالخارج، مؤسسات الاستثمار لابي ولابيا الفيبا، بعض البنوك، صندوق وطني الضمان الاجتماعي، معناها العديد من المؤسسات اللي عندها علاقه بالتونسيين بالخارج في بون سميناه فوروم بلادي. الفوروم هذا في الدوره الاولى نتاعو دام 3 ايام مع
معناها سجلنا فيه 775 زيارة فعلية من 47 بلد من القارات الخمس، و 4043 متصفح لموقع الصالون الافتراضي. الدورة الثانية وقعت في سنة 2020، وقعت على مدى 5 أيام من 13-17 جويلية، تم تسجيل فيها 9752 زيارة من 81 بلد في العالم، و 16135 متصفح لموقع الصالون الافتراضي. كان هذايا الصالون هذايا مناسبة للتواصل المباشر مع المتصفحين لموقع الصالون. دونك تطبيق للأمر ذاك ولمهام ديوان تونسي بالخارج، ديوان تونسي بالخارج قام ببعث منصة الكفاءات والجمعيات التي تحتوي على قاعدة المعطيات تضم العديد من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع السهر على تحيين السجل الخاص بها. هنا ديوان تونسي بالخارج كان يمتلك ان ريبرتوار. الريبرتوار هذا فيه ما يقارب عن 9400 كفاءة تونسية موجودة بالخارج، وفي حدود 460 جمعية ناشطة في تونسية ناشطة في الخارج. صحيح، وهنا بعد الثورة. المهم أنه بالنسبة لنا الريبرتوار هذايا والباز دوني هذه فيها الكفاءات من معناها مقسمه لي شارشور لي زانسونيون لي شارشور لي زانجينيور ارشيتكت لي ميدسان لي زانفورماتيسيان لي زافوكا لي جورناليست، كل معناها الكفاءات حسب اختصاصهم ومعناها حسب توزيعهم فهمني حسب البلدان. قاعدين توا في المرحله هذه قاعدين نحينوا ونعملوا في ميزاجور نتاع المعطيات هذه على اساس انها مش تتنقل الى منصه، باش نعملوا اون بلاتفورم دو كومبيتونس اي داسوسياسيون، باش تكون البلاتفورم هذه اون بلاتفورم ديناميك، معناها تنجم تعمل بها تكون هي باز نتاع عمل مهم. تنجم مثلا تجمع لي زافوكا، كان عندك حاجه موجهه لي زافوكا فتخرجها لي زافوكا، كان عندك حاجه مع الطب للطب، تكون هي اون باز دو ترافاي، وتسمح زاده بالتواصل بين الكفاءات هذه وبين الجمعيات اللي موجوده. وبنوا حاليا قاعدين معناها نطوروا في معناها ابار المنصه هذه نتاع التونسيين الكفاءات التونسيه والجمعيات بالخارج. توجهنا منذ سنه 2019 الى مشروع جديد هو بعث مجلس الكفاءات التونسيه بالخارج، لو كونسيل دي كومبيتونس تونيزي ا ليترونجي. هو في الحقيقه سي لو بروجي هذا، وليد نقاشات ومفاوضات مع مؤسسات عمومية، هو ديوان تونسي بالخارج والفونداسيون ميزون تونيزي اللي هي تابعة وزارة التعليم العالي، فونداسيون دي في باريس، ومع جمعيات كفاءات اسونسيالمون في فرنسا. الجمعية الأولى هي أدياس أوروب تونيزي، والجمعية الثانية هي عليسة واللي تحتوي على ريزو نتاع لي كومبيتونس تونيزيان اليترونجي. كان هذا معناها لقاء معناها ما بين العبارة على مؤسسات عمومية ومع مجتمع المدني لخلق هال المجلس هذا. لوريجين نتاعو لو كونساي دو كومبيتونس تونيزيان اليترونجي اي ان سيركل دو ريفليكسيون كومبوزي دو تونيزيان ريزيدون اليترونجي. Il est né d'une convention signée par la Fondation Maison de la Tunisie à Paris, par l'Office tunisien étranger et par les associations fondatrices ADS Europe, ALIS,
وتوا عندنا دي ديسكوسيون مع لاتوج باش ندخلوها في الـ في الـ في الـ في الكونسي هذا. Le Conseil de compétences tunisiennes a vocation à réunir toutes les compétences tunisiennes à l'étranger. Il est reconnu et soutenu par l'État tunisien. Nous avons dit que nous avons fait la visite de Paris en novembre 2020. Nous allons créer un cadre institutionnel pour regrouper les compétences tunisiennes à l'étranger. Donc l'objet du Conseil est de recenser le potentiel de compétences tunisiennes à l'étranger, organiser les compétences tunisiennes, constituer un réseau thématique de chaque domaine, réunir, tisser les liens et animer la communauté des compétences tunisiennes et agir avec les compétences tunisiennes à l'étranger. Bon, le comité permanent du Conseil, la direction, comité scientifique, maintenant un comité scientifique, où Tahtamoun et Jiu, le coordinateur de réseau thématique. Bon, l'hadaf, l'imta'ana, ou annou, n'jam'ou akthar ma yumkun min kafa'at, ومن 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 جمعيات ناشطة في خاصة الجمعيات الناشطة في مجال البحث والمجال العلمي ومجال الاستثمار وغيره. مش معناها أي جمعية ولا أي دياسبورا يكون موجود. دونك لو كوميتي بارمونون هذا المهمة نتاعه هو il fixe et actualise la mission et les objectifs du conseil. Le représente et veille à sa pérennité et à son bon fonctionnement. Au sein de la direction, il y a une femme qui dirige et bon, à l'aise, il y a deux comités, il y a le comité scientifique ou le comité socio-économique. Le comité scientifique, il est composé de membres de tout horizon proposés par les membres adhérents. Ou le comité socio-économique, il est issu, regroupant des membres qui sont issus du milieu des entreprises, des métiers et des activités socio-économiques au sens large. Bien sûr, on va dire les réseaux thématiques. يظهر لي الوقت محصور. دونك الهدف نتاعنا شنو هو فهمتني اون ريزومي هو انه قاعدين نتنقلوا ثم دي زيتاب او نيفو من العمل مع الكفاءات ثم اون ايفولوسيون دابور ثم ان ريسونسمون ثم ان ريبرتوار اون بيتيت باز دوني موجوده في لوتيو قاعدين نتنقلوا الى جعلها في اون بلاتفورم اون بلاتفورم ديناميك. وفي البلاتفورم ديناميك هذه ماشيين لي معناها ديزون سبيسياليزاسيون في لي كومبيتونس تونيزيان وشنو هو دورهم واش ينجموا يعملوا لي كومبيتونس تونيزيان هذوما وكيفيه تجميعهم في دي ريزو ومن توجيههم في مجالات بحثيه معينه خدمه للبلاد ومن خدمه للاقتصاد الوطني. بارك الله فيكم على الاستماع.